مشهد جديد بيتجدد مع حضراتكم بعد موجز الخامس. اهلا بكم دائما في مثل هذا الموعد، نتحدث عن موضوع من الموضوعات اللي بتهم طبعا منطقتنا ككل، بالتحديد يمكن ربما منطقه الشرق الاوسط. بتموج هذه الايام باحداث ساخنه وهي مقاطعه الدول الداعيه لمكافحه الارهاب، وهي مصر والسعوديه والامارات والبحرين لمقاطعه قطر بسبب تمويلها للارهاب. وهناك بالطبع العديد من الوثائق التي تؤكد ضلوع قطر في تمويلها للارهاب. في الحقيقة طبعا كان في زيارة مهمة جدا لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في الأونة الأخيرة لقطر، والقيام بجولة مكوكية ما بين قطر والكويت لإحداث انفراج نوعية ما بين الدول الداعية لمقاطعة قطر باتهامها بالإرهاب، وما بين قطر لحدوث انفراج نوعية. ولكن طبعا باءت كل هذه المحاولات بالفشل، وغادر بالفعل ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي قطر عائدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يدلي بأي تصريحات عن انفراج نوعية. وأيضا حدث لقاء ما بين الدول الأربع وما بين تيلرسون في جدة منذ أيام قليلة، ولم أيضا تسر عن أي نتائج ملموسة على أرض الواقع لتمسك الدول الأربع بالمطالب التي لابد أن تنفذها قطر حتى يحدث انفراج نوعية في الأزمة ما بين هذه الدول العربية وبين الدول الأربع. لكن حتى الآن لم يحدث أي صدى حتى لزيارة ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي. أيضا في سياق متصل هناك زيارات ستكون لاحقة لوزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، الذي تحدث فيها أيضا عن المستجدات وربما استخدام بعض أوراق الضغط على الجانب القطري لإحداث انفراج نوعية أو حتى حدوث شيء من التقارب ما بين الدول الأربع وقطر في انتظار هذه الزيارة. وأيضا حدثت زيارة مسبقة لوزير الخارجية البريطاني، وأيضا لم يترتب على هذه الزيارة أي نتائج ملموسة بالرغم من زيارته للمملكة العربية السعودية. الأحداث ما بين الدول الداعية لمقاطعة قطر باعتبارها ضلع في الإرهاب، والوضع في زيارة الرئيس في زيارة وزير الخارجية الأمريكي، وغيرها من الأحداث والتفاصيل نناقشها مع ضيفتنا الكريمة دكتورة أميرة الشنواني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. شرفنا يا دكتورة، أنا وسهلا بحضرتك. اسمح لنا نخرج بس التقرير نشوف في آخر المستجدات ونتواصل بإذن الله في هذا الحوار. نتابع مشاهدينا الكرام هذا التقرير. اختتم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في الدوحة مهمته الخليجية الهادفة لإنهاء الأزمة القطرية دون الإعلان عن نتائج ملموسة لوقف دعم قطر للإرهاب. بعد 4 أيام من الرحلة المكوكية بين الكويت التي تتوسط لحل الأزمة وقطر والمملكة العربية السعودية، التقى تيلرسون في الدوحة أميرها تميم بن حمد الثاني للمرة الثانية في غضون 48 ساعة. وتفادى الوزير الأمريكي ومسؤولون قطريون بعد لقاء الإجابة على أسئلة الصحفيين حول إذا ما تحقق تقدم على مسار حل الأزمة، وباستثناء مذكرة تفاهم قطرية أمريكية في مجال مكافحة الإرهاب وقعت الثلاثاء في الدوحة، بقيت الأزمة تراوح مكانها مع تمسك الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بشروطها في مقابل رفض الدوحة الانصياع لهذه المطالب رغم العقوبات المفروضة عليها. وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد قررت قطع علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بسبب دعمها للإرهاب. هذا وتترقب المنطقة وصول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي سيقوم بجولة خليجية للدعوة إلى تهدئة سريعة بعد جولات نظرائه من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا. مصادر دبلوماسية في باريس قالت إن الوزير الفرنسي سيعمل على إعادة بناء الثقة وإيجاد مصالح مشتركة تدفع جميع الأطراف لمنع تدهور الأزمة. اهلا بحضراتكم من جديد، بجد الترحيب مره اخرى بضيفتنا الكريمه دكتوره اميره الشنواني استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. مشرفانا دكتوره. اهلا وسهلا بحضرتك. يبدو ان يا دكتوره ان الازمه بتزداد تعقيدا، يعني يوم بعد يوم كنا معتقدين ان تحدث انفراج نوعيه طبعا ما بين قطر وما بين الدول الاربع في اعقاب طبعا زياره ريكس تيلرسون وزير الخارجيه الامريكي، لكن هذا لم يحدث اطلاقا. وفي اهتمام كمان من الدول الكبرى، كان في زياره مسبقه عنها لبوريس جونسون وزير الخارجيه البريطاني، وان شاء الله بكره في زياره من جون ايف لودريان وزير الخارجيه الفرنسي. يعني طبعا في اهتمام من الدول الكبرى بهذا الحادث او القطيع ما بين الدول الاربع وما بين دوله قطر.
تفضل يا دكتورة. هو طبعا زي حضرتك ما ذكرت في البداية أن منطقة الشرق الأوسط بتموج بالعديد من الصراعات، يعني بالغة التعقيد وأزمات شديدة جدا، ويمكن الوضع ما كانش يحتمل أن يبقى فيه أزمة جديدة بين قطر وأشقائها العرب. طبعا هذه الأزمة سببها هو أن قطر ثبت بالأدلة أنها فعلا بتدعم الإرهاب، بتموله، بتسلحه، بتتآمر، بتتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والخليجية طبعا اللي هم أعضاء معها في مجلس التعاون الخليجي، خاصة طبعا السعودية والإمارات والبحرين. فكل هذه يعني أو التصرفات غير المسؤولة من دولة عربية شقيقة هي اللي أدت إلى كل هذه الأزمة. وزي ما قلت هو ثبت بالأدلة طبعا القاطعة وحتى ضلوعها، وحتى الكونغرس الأمريكي أعلن مؤخرا بأن قطر بتأوي 5 من عناصر طالبان اللي قاموا بالفعل بعمليات إرهابية. ده طبعا بالإضافة بقى للمتحدث باسم الجيش الليبي، كلنا شفناه منذ أيام أحمد المسماري، اللي بيبين أن فعلا قطر متورطة في العمليات الإرهابية اللي بتتم في ليبيا، تسليحهم وتسليح الجماعات الإرهابية، وأيضا في العراق وسوريا. فده طبعا بالإضافة إلى يعني ما تقدمه أيضا من مساعدات للحوثيين في اليمن. وده شيء غريب جدا إن هي ضمن التحالف اللي هي تحالف القوى الحزم، وفي نفس الوقت إن هي بتساعد ضالعة. فالرحلة اللي قام بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون كان المفروض أنها تؤدي إلى انفراجها في هذه الأزمة، ولكن للأسف هو راح الأول الكويت بوصفها الدولة الوسيط. والحقيقة الكويت قامت بمجهود كبير جدا من أجل رأب الصدع، ولكن قطر مصرة على موقفها السلبي. بعد كده راح قطر وعقد معاها اتفاق أو مذكرة تفاهم، ودي كانت حاجة غريبة جدا. أن حتى هو كأمريكا إذا يعني وزير خارجيتها جه، هو إذن وسيط، وسيط يجب أن يكون محايد، يجب أن يكون عادل. الوسيط إزاي يروح يعقد اتفاقية وهو حتى لم يلتقي بالطرف الآخر؟ إحنا عندنا طرفين، قطر والطرف الآخر الدول الأربعة المقاطعة، هو لم يلتقي بهم، راح قطر وعقد هذه الاتفاقية. طبعا هذه الاتفاقية بتقود الجهود اللي بتبذلها الدول الأربعة. دكتورة أميرة، في الاتفاقية دي حضرتك في ناس حطها في رأيين، أو بعض المحللين قالوا رأيين بالعكس، إن هي بعض قراءها إن هو بيقرأ إن هي تقييد لقطر لمكافحة الإرهاب أو تقويم ليها أو إلزام ليها، وبالتالي طبعا بتضعها في موقف حرج. والبعض قرأها زي ما حضرتك بتقرأيها أن هي تقويض لعملية المبادرة أو المصالحة ما بين الدول الأربع وما بين قطر. أيهما أصح وأيهما من وجهة النظر؟ طبعا هما الوجهتين نظر لازم نحترمهم، لكن أيهما تكون أقرب للواقع دكتورة؟ يعني هو طبعا كل وجهة نظر زي ما حضرتك قلت احنا بنحترم الوجهتين، الرأيين الرأي والرأي الآخر بس الرأي والرأي الآخر حقيقي، يعني مش الرأي والرأي الآخر التاني يعني فعلا. لكن انا في تصوري انها تقويض لجهود الدول الأربعة واصرارها على المطالب ال13، لان المطالب ال13 كلها مشروعة، والموضوع مش محتاج يبقى في اتفاقية أو اتفاق أو مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وبين قطر. يعني الطبيعي أن الولايات المتحدة كانت تضغط على قطر أنها تنفذ هذه المطالب، لكن منذ بداية الأزمة هنلاقي الموقف الأمريكي زي في حالات كتيرة مش بس دلوقتي بنلاقيه بيتناقض مع بعضه. يعني في البداية دونالد ترامب كان موقفه شديد جدا ولهجته شديدة في أن قطر يجب أنها توقف دعم الإرهاب، ده في البداية. بعد كده وجدنا أن وزير الخارجية بيهدي ويقول أن قطر يعني ما معناه أنها معذورة، أن المطالب صعب أنها تحققها. فطبعا ده شيء غريب جدا. أيضا البنتاغون وزارة الدفاع كان لها رأي برضو في نوع من التهدئة لجانب قطر، يعني ربما لأن طبعا وزارة الدفاع يهمها أن طبعا يوجد قاعدة العديد ومركز العمليات العسكرية في الشرق الأوسط كلها، 11 ألف جندي أمريكي في قاعدة العديد.
يعني أكبر قاعدة عسكرية جوية لأمريكا في الشرق الأوسط كله موجودة في العديد بالقرب من الدوحة. يعني إذن لقينا في تناقض في المواقف، بس كان الطبيعي أن ريكس تيلرسون كوزير خارجية للولايات المتحدة كان يجي ويكون محايد ويعمل على يعني يقنع قطر، طالما أن أمريكا بشكل عام في ظل إدارة دونالد ترامب حريصة على مواجهة الإرهاب، كان يبقى هناك. دكتورة، هنا الشكل ده أو الشكل من علاقة أمريكا ده احنا معتادين عليه، إن هي بتعامل كل طرف على حدة، يعني بتعامل شوية الجانب القطري من ناحية وشوية بتلعب الجانب الأربع دول من ناحية تاني، بهدف إن هي تبقى متواجدة ما بين الطرفين وتكسب من الطرفين. دي السياسة الأمريكية المعروفة اللي هي سياسة العصا والجزرة، أو سياسة مسك العصا أو من تمسك المنتصف. من الوسط بالضبط، دي السياسة المعروفة. هل ده بهدف مثلا تحقيق مكاسب اقتصادية زي اللي حققتها، وصلت ل 800 مليار دولار بصفقات ما بين الطرفين، في مقابل طبعا استرضاء كل طرف على حدة، والنتيجة لسه تظل متواجدة في الشرق الأوسط، ولا نفسرها إزاي؟ ده استمرار للسياسة القديمة الخاصة بها أمريكا، ولا كنا نتوقع إن في تعديل للسياسة بوجود الرئيس ترامب، لكن واضح إن العودة من جديد لنفس السياسة؟ هو طبعا هذا الانحياز الأمريكي بعد عقد هذا الاتفاق بيرجعنا تاني لعهد باراك أوباما، بالظبط كده، خاصة فيما يتعلق بتوتر العلاقات بين أوباما وإدارته مع دول الخليج، وكلنا فاكرين طبعا الأزمة اللي حصلت ليس فقط بالنسبة طبعا للسعودية وقانون جاستا، ولكن حتى قبل كده فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران. وقتها عقد باراك أوباما مؤتمر كامب ديفيد، حضروا دول الخليج، وكانوا رايحين على أساس أن هو يعني يديهم نوع من الطمأنينة أن هذا الاتفاق لن يكون على حساب دول الخليج، وأن لأنهم طبعا بيخشوا من التوسع الإيراني والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية. لكن طبعا راحوا ورجعوا طبعا ما فيش، يعني لم يحدث شيء، وما ادهمش اي تعهد على الارض يعني بشكل جدي يجعلهم يطمئنوا الى موقف الولايات المتحده. احنا رجعنا تاني لهذا، وعشان كده يعني بعض التصريحات صدرت من دول الخليج بتقول والله اذا كان يعني احنا طبعا وجود امريكا بعد هذا الاتفاق لا يعني ان امريكا هتضغط علينا، لا اطلاقا، احنا مستمرين في واحنا مستمرين، وحتى وزير خارجيتنا قال كده، يعني بعد ما ريكس تيلرسون عقد التقوا في جده مع وزراء الخارجيه الدول الاربعه وحضروا ايضا وزير خارجيه الكويت، يعني احنا وزير خارجيتنا سامح شكري قال والله مصر بتحضر هذا الاجتماع في اطار طبعا العلاقات الخاصه اللي بتربط مصر بالولايات المتحدة وأيضا مع الدول الخليجية، برضو بنحضره في إطار ما تم في مؤتمر قمة الرياض مؤخرا، وأيضا في إطار أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني بشكل شخصي يريد أن يقضي على الإرهاب. طيب، ولكن الموقف بتاعنا ثابت، وهو يعني مطالبة قطر بتحقيق المطالب ال13 اللي طلبوها، لأنها كلها مطالب مشروعة وتتفق مع القانون الدولي، وقال إن احنا إن هذا الاتفاق، هم الأربعة قالوا هذا الكلام، يعني إن هذا الاتفاق الأمريكي القطري يعني ليس كافي، وإن هم حيراقبوا عن كثب مدى يعني التزام قطر بهذا الاتفاق، ولكن حنستمر أو على الأقل نتمنى أن هم يستمروا في هذه المقاطعة. طيب، برضو دكتورة بنتكلم عن فكرة المواجهة أو مواجهة قطر بعد ما أكد ضلوعها طبعا في تمويل الإرهاب في عدد من مناطق العالم. أي مواجهة بتواجهها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية اللي هم بيصيروا في نفس الركب تقريبا لحل هذه الأزمة، أي مواجهة حقيقية للإرهاب بيردوها في ظل طبعا التوقيع مثلا على مذكرة التفاهم، إزاي عايزين نكافح الإرهاب من ناحية، وخصوصا ان اوروبا بتكتوي هذه الايام بالارهاب، ويعني اي شكل واي سياق تريد ان تضع فيه اوروبا والولايات المتحده الامريكيه شكل مكافحه الارهاب في ظل طبعا النداءات الدوليه واخرهم طبعا قمه ال20 اللي طالبه طبعا بمكافحه الارهاب في كل دول العالم. هو زي حقيقتك ما بتقول، يعني هو موقف غريب جدا، يعني ازاي هم عايزين يواجهوا الارهاب وفي نفس الوقت يساندوا دوله بتدعم الارهاب. وزي ما قال الامير تميم الامارات، الشيخ عبد الله، الشيخ وزير خارجيه، لا مش وزير، بن زايد، محمد بن زايد، محمد بن زايد قال ان اللي مش معانا يبقى هو بيدعم الارهاب. ودي حقيقه، يعني هذه حقيقه، ليس من هو ليس معانا فيبقى هو اذا مع الارهاب. بنلاقي مثلا ان اوروبا
زي ما حضرتك قلت اكتوت بنار الإرهاب مؤخرا في ثلاث دول على وجه الخصوص طبعا فرنسا وبريطانيا مؤخرا وبلجيكا. ولكن هذه الدول بشكل عام بما فيهم طبعا ألمانيا لهم يعني مصالح اقتصادية ضخمة جدا مع قطر، في استثمارات لها استثمارات كبيرة هناك، والتخوف برضه من الغاز والبترول وموضوع البترول والغاز الطبيعي على وجه الخصوص طبعا قطر من الدول الأعدادية، وخصوصا بعد الاتفاق النووي مع إيران وبعد المشاكل مع روسيا وبعد كمان بعد هذا الاتفاق النووي مع إيران أصبح في هناك الحقل الشمال البحري في قطر، ده حقل للغاز الطبيعي بيعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، هو مشترك بينها وبين إيران. فنتيجة يعني رفع بعض العقوبات عن إيران بعد الاتفاق النووي استطاعت بقى قطر أن هي أو تستطيع الآن أن هي تعيد إنتاج أو تستطيع أن تنتج مرة أخرى من هذا الغاز الطبيعي. ففي مصالح كبيرة جدا، ده بالإضافة إلى أن أنا في تصوري أن بعض الدول الأوروبية زي بريطانيا أو فرنسا اللي اكتووا بنار الإرهاب هم بينافقوا الجماعات الإرهابية، بمعنى أن هم عايزين يتقوا شرها، يعني هم متخيلين أن هم لما لا يعادوا هذه الجماعات أنهم حيسلموا منها، ولكن الحقيقة غير كده. لسه بريطانيا قريب، وأنا كنت موجودة في لندن وقتها، طبعا حصل حادثتين إرهابيتين بتاع مانشستر والتانية بتاع لندن بريدج، فالإرهاب مستمر يعني، وإن كان يعني كان في برضو حادث إرهابي بس بريطانيا قالت لا ما هوش إرهابي ولا حاجة، سيدة قامت بدهس مجموعة من المصلين، هم حاولوا يبعدوا عن طالما في موضوع مسلمين فهم حاولوا يبعدوا عن. وكان في كمان خلاص. أيضا في رمضان برضو واحد يعني إنجليزي قام بعملية دهس للي طالعين من الجامع. طيب دكتورة أميرة، برضو أنا شايفين عايزين الشكل اللي هي وصفته بعض الصحف الأمريكية، قالت إن الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد طبعا واشنطن بوست قالت إن جولة وزير الخارجية الأمريكي كنا نتخيل إن هي تصبح ذات ثقل أو تأثير على الدول الأربع وعلى قطر، وإن يتم حلول وسط ويتم يعني الموقف ينتهي، لكن واضح إن بعدم انفراكة الأزمة ومغادرة طبعا تيلرسون بدون أي تصريحات إن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية بلا ثقل وبلا وزن وبلا يعني كلمة في منطقة الشرق الأوسط. التصريح ده شايفه ازاي؟ والله هو فعلا هو فشل ذريع، وكان أشرف للولايات المتحدة إنها ما تبعتش وزير خارجيتها، يعني كان تبعته بقى كوسيط نزيه لمحاولة يعني إقناع قطر إنها فعلا يعني تترك عملية دعم الإرهاب وتمويله والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو ما كانش يجي. يعني هي أمريكا طبعا بتدور على مصالحها، هي لها مصالح مع قطر كبيرة، لها مصالح مع الدول الأربعة، وأنا أتصور أن الموضوع يعني بيحتاج عملية موازنة بين مصالحها مع قطر والدول الأربعة، أو ربما أن الولايات المتحدة وهو الأغلب هتحاول تمسك العصا من الوسط. ولكن أكيد وجود وزير الخارجية وفشل هذا الفشل الذريع ده شيء بيسيء إلى مكانة الولايات المتحدة كأكبر دولة في العالم. يعني هي كلها محاولات، ولكن يعني أنا عايز أقول أن فعلا هذه المحاولة الأمريكية للأسف أدت إلى تقويض الجهود العربية للدول الأربعة بشكل كبير، لأن قطر أصبحت بتشعر أنها سياسيا محمية من جانب الولايات المتحدة، ده بعد ما يعني استطاعت انها تشعر بنوع من الحمايه العسكريه من قطر ومن الحرس الثوري الايراني اللي وصلت وحدات منه من تركيا والحرس الثوري الايراني اللي وحدات منه بالفعل وصلت الى قطر. طيب نشوف برضو راي ده بالاضافه طبعا الى المجموعه الخمسه التركيه اللي راحت قطر لسه متواجده القطريه. نروح لدكتور طارق الشمري استاذ ورئيس مجلس العلاقات العربيه الدوليه في كرينتر. برحب دكتور طارق. اهلا وسهلا تحياتي لحضرتك يا دكتور. دكتور طارق، يعني بنتحدث عن الموقف و
يعني البعض وبعض القراءات كانت تقول ان هيحدث انفراج نوعيه او بعض الانفراجات في وجود ريكس تيلرسون، لكن هو غادر طبعا لم يحدث اي انفراج، وواضح ان الدول الاربع مصر والسعوديه والامارات والبحرين مصممين على موقفهم وعلى مطالبهم بدون اي تغيير، بالرغم طبعا من حاوله تدخل الجانب الامريكي. وايضا كان في لقاءات ما بين مسبقه لبوريس جونسون في وقت سابق وزير الخارجيه البريطاني، وبكره ان شاء الله يكون وزير الخارجيه الفرنسي موجود. وايضا نتوقع انفراجه ولا برضه هيستمر مثل سابقه بدون اي انفراج الغين حين تحقيق المطالب الاربع دول وتمليها وتنفذها قطر؟ يعني دكتور طارق. لا يا فندم، طبعا العمليه سوف تطول، والعمليه معقده جدا لسببين. السبب الاول داخلي، وهناك سبب ايضا خارجي. السبب الداخلي هو عدم ثقه كلا الطرفين في الاخر، بمعنى الاطراف الدول الاربعه تصر اصرار كامل على تنفيذ اتفاق الرياض، ولن تتراجع تحت اي بند او ظرف. في المقابل ايضا قطر تعتقد بان هذه المطالب او هذا الظرف الذي تمارسه الدول الاربعه ينتهك من سيادتها، فبالتالي لم توافق. وانا اقول لك اياها بكل صراحه، ونطلع على الامور الخليجيه، لم يكون هناك تنازل من اي طرف من طرفي النزاع. العامل الخارجي طبعا الذي يريد الأزمة أن تتعقد زيادة هو التدخلات الأمريكية والتدخلات الفرنسية والبريطانية والتركية. كل هذه التدخلات هي لتعقيد الموقف بطريقة غير مباشرة، سواء كانوا يعلمون أو لا يعلمون، هو محاولة للابتزاز. وزير الخارجية الأمريكي يأتي ويدعم القطريين بطريقة غير مباشرة، ثم يذهب إلى الدول الأربعة وأيضا يتعاطف معهم بطريقة غير مباشرة. نفس الامر سوف يمارسه طبعا او مارسه وزير الخارجيه البريطاني، وغدا سوف يمارسه ايضا. طيب دكتور طارق، يعني دكتور وايضا تركي، فكلها دكتور طارق عايز اقرا على حضرتك تصريح لحضرتك. اسمع دكتور طارق، يعني في تصريح صدر عن وزير الخارجيه الفرنسي قبيل طبعا زيارته بكره ان شاء الله، قال لوكاله فرانس بريس، قال تحديدا يعني علينا اعاده بناء الثقه وايجاد مصالح مشتركه تدفع جميع الاطراف الى منع تدهور الازمه، وعلينا ان نجد حلا لهذه الازمه باسرع وقت ممكن. كيف نرى التصريح ده دكتور طارق على وجه التحديد يعني من الجانب الفرنسي اللي هيبتدي الجوله بكره؟ يعني هذه تصريحات سياسية للاستهلاك طبعا السياسي او الاستهلاك المحلي او الاستهلاك الدولي، وهذه التصريحات لا تعني. يعني والله العظيم انا اشعر بالاسف حينما ياتي شخص فرنسي او امريكي او تركي، ثم نحن العرب ثم يدعونا للجلوس على 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 طاوله المفاوضات، عيب هذا اصلا يعني. يجب علينا ان نصدق هذا الكلام. الحل عربي، الحل هو في البساطه السياسيه، والحل ايضا في 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 دخول جامعه الدول العربيه، في تحرك العرب جميعهم، تحرك العرب جميعهم في هذه الازمه، ومسانده جهود صاحب السمو امير دوله الكويت، يعطي انطباع او يعطي نوع من الطمانينه السياسيه لكلا الطرفين. فانا اصر يعني اصر واقول بان الحل لم يكن الا الحل هيكون عربي عربي يا دكتور، لازم يكون الحل عربي عربي في الحقيقه يعني. بس طبعا يعني نعم ليس نعم 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 يا فندم نعم. بشكرك نعم. شكرا جزيلا على وجهه نظر حضرتك دكتور طارق الشامري، رئيس مجلس العلاقات العربيه الدوليه في مؤسسه ومنظمه كرينتر، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا ده راي محترم جدا يعني. أنا بتفق يعني هي تماماً. كلنا والله بنتفق الحلول او المشاكل العربيه لا تحل الا عربيا، العربيين هيخاف على مصلحتنا الا احنا يعني. ولكن طبعا فانا فعلا كلام دكتور طارق مظبوط، لان للاسف هو كان يجب ان يكون الأزمة في إطار الدول العربية، لكن للأسف أن قطر هي أرادت أن تجعله دوليا وإقليميا. لأن هو أصلا العربية دكتورة ما كانش يحصل مع دول عربية، ما كانش تدعم أو تقوي منظمات على حساب دول عربية وتدعم الإرهاب داخل دول عربية لتغيير أنظمة الحكم فيها، ده ما ينفعش أن يحصل بالأساس يعني. لكن هو طبعا مش هنلاقي حل في دولة بتتأمر على دول عربية بتتأمر عليهم. طيب. لا، وأكثر من كده، هي حتى بتلوح بأنها ستنسحب من مجلس التعاون الخليجي وأنا أعتقد أنها مجرد مناورة، لأنها شعرت أن هذه الدول يعني لفظتها، وأنها ربما يعني بتفكر في تجميد عضويتها. طبعا ما تقدرش أنها يعني
تنهي عضويتها أو تسقط عضويتها، لأن طبعا مجلس التعاون الخليجي عندما تأسس سنة 1981 ما كانش في ذهنه ان ممكن ان دوله من الدول بتاعته ممكن يضيف، لكن ما كانش ممكن يتخيل ان هو يستبعد حد من المؤسسين السته يعني. لكن يقدر انه يجمد عضويتها. فربما هي لما شعرت ان هناك هذا الاتجاه حبت بقى تلوح، وهي مناوره جديده من مناورات قطر. طيب دكتور، انا عايز اخد راي حضرتك برضو في التقرير اللي نشرته السي ان ان، احد المحطات الامريكيه، والتناقض والمفارقة الكبيرة جدا ما بين ان قطر بالمطالب ال 13 او المطالب ال 14 ضيفنا احد المطالب، يعني بتقول ان انتوا تتدخلوا في السياسة القطرية وتعتدوا على سياسات الدولة، وان انتوا كده بتتوغلوا يعني تتغولوا على دولة قطر، وهي ماضية بالامير تميم، ماضي على وثيقة بخط اليد من دول التعاون الخليجي ان هو من المطالب دي. التناقض ما بين التصريحات اللي تصدر الان والإمضاء اللي مضيها أمير دولة قطر أنه موافق عليه وينفذها في غضون أشهر قليلة. هو قطر على طول دأبت على أنها لا تلتزم بأي تعهداتها الدولية، يعني مؤتمر قمة الرياض سنة 2013 لم تلتزم بأي شيء. الأزمة برضو اللي حصلت في 2014 مع دول الخليج ووقعها الشيخ حمد كان كلها أساسها يعني العمليات الإرهابية اللي بتقوم بها قطر، ومع ذلك هي ظلت لا تحترم تعهداتها الدولية، ظلت تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ظلت تتآمر على هذه الدول، تأوي الإرهابيين، تأوي يعني عناصر من الإخوان اللي صدر يعني ضدهم أحكام قضائية في مصر، بتأوي زي ما قلت وزي ما الكونغرس الأمريكي أعلن عناصر من طالبان قاموا بعمليات إرهابية بتأويهم لديها. يعني إذن قطر يعني ده شيء طبيعي بالنسبة لطبيعتها إنها لا تحترم أي تعهدات دولية. وطبعا على مدى الأربع سنين الماضية كانت الدول الخليجية الثلاثة بالإضافة إلى مصر بيحاولوا إن هم يثنوا قطر عن هذا الاتجاه في دعم الإرهاب، لكن هي لم تستجب وإنما ظلت على هذا النحو. طيب دكتور، ولكن الوثائق بقى بتاع السي ان ان اللي بتثبت تورط قطر في عمليات الإرهاب وفي دعم الإرهاب، طبعا دي كويسة إن ممكن الدول الأربعة خصوصا أن مصر سبق أن هي قدمت شكوى إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بممارسة قطر للإرهاب ودعم الإرهاب وتمويله، يقدروا يستفيدوا بها أنها تقدم هذه الوثائق إلى مجلس الأمن كأدلة إدانة، يعني كدليل إدانة. لأن طبعا غير متصور أنه يصدر قرار مثلا بفرض عقوبات على قطر في مجلس الأمن، غير متصور هذا، ولكن كأدلة إدانة. ويمكن أيضا أن تقدمها إلى المحاكم الدولية وتطالب قطر بتعويض الدول التي عانت من الإرهاب، الناس اللي فقدوا يعني ذويهم في هذه العمليات الإرهابية، بأنهم تطالبها بأنها تدفع لهم تعويضات، وهذا طبقا للقانون الدولي، يعني هذا جائز طبقا للقانون الدولي. طيب في برضو تقرير منشور يا دكتورة أميرة برضو منسوب لبريطانيا بيقول أن في ثلاث سيناريوهات محتملة للتعامل مع قطر. السيناريو الأول هيتم التوجه لمجلس الأمن لإدانة قطر، السيناريو الثاني الاستمرار في المقاطعة الاقتصادية مع الدوحة وفرض عقوبات جديدة وتجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، والسيناريو الثالث التصعيد العسكري. الثلاث سيناريوهات شايفينهم ازاي؟ وان كنت طبعا يعني السيناريو الثالث اعتقد ان في تحفظات من الدول الاربعه عليه. طبعا ما اعتقدش ان الدول الاربعه يعني تريد ان تلجا الى الحل العسكري، لان اعتقد ان الجميع هيكون خاسر في هذه الظروف يعني. لكن انا اتصور، وزي ما بقول مجلس الامن عمره ما هيفرض عقوبات، ده تصوري قد اكون مخطئه. اعتقادك ان مثلا الولايات المتحده وبريطانيا هيعطلوا حق الفيتو؟ ممكن طبعا يستعملوا حق الفيتو بكل بساطه، بريطانيا فرنسا او امريكا في حد ذاتها هي على طول يعني بتستخدم حق الفيتو، متعوده فيما يتعلق باسرائيل ويعني كل ما يمسها من وما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعه. لا او حتى أنا دكتور أتصور، حتى لو صدر مثلا ادانه مش هتصدر تحت البند السابع مثلا، فبالتالي بلا قيمه زي القرارات الفلسطينيه قبل كده، بلا اي قيمه برضه يعني. زي ما حضرتك بتقول ده تمام. فانا اتصور ان المسار هو طبعا المسار اللي هيحدده في النهايه القوه الاقليميه والدوليه، اي مسار هيتبع يعني. لكن انا اتصور ان بالنسبه للدول الاربعه المقاطعة يجب أن هم يستمروا فعلا بإصرار على تحقيق هذه المطالب. كون قطر بتقول أن هذا تدخل في أو مساس
هذه المطالب فيها مساس بسيادتها، يعني أي سيادة تتحدث عنها قطر، وهي يعني فتح أراضيها للأمريكان، قاعدة أمريكية، للأتراك، للحرس الثوري الإيراني، يعني أي سيادة تتحدث عنها، أليس في هذا أي نوع من المساس في رأيها بسيادتها وجود كل هذه القوات الأجنبية؟ يعني وبعدين إيه هو المساس؟ يعني هي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهدد هذه الدول، وتهدد الأمن القومي العربي وتدعم الإرهاب، ده هي دفعت مليارات الدولارات للمنظمات الإرهابية يعني. طيب في يعني كلام غير منطقي برضه يعني. دكتور عشان ما نخرجش بس عن طالما اتكلمنا عن التقرير المنشور باحتمالات او السيناريوهات اللي تعمل مع قطر، انا اعتقد هو المسار الثالث او ده اللي انا بقول يعني انهم يستمروا في هذه المقاطعه الاقتصاديه. طيب. وممكن ايضا تجنيد عضويتها. عايز اكمل السؤال بجزء ثاني، كنا برضه نتوقع في اجتماع 5 يوليو اللي كان يوم الاربعاء المنقضي في عقاب طبعا مد المهله اليومين، وهي ما استنتش مد المهله حتى وصدرت طبعا زي ما وصف السيد سامح شكري وزير الخارجيه. الرد سلبي، سلبي يعني الرد سلبي طبعا، بس كان البعض او كانت الشعوب العربيه للدول الاربع منتظره رد فعل قوي جدا وقرارات ربما يعني تشفي غليل الدول اللي اكتوت بنار الارهاب، الدول الاربع على وجه التحديد. لكن هو ما خرجش هذا البيان بالشكل المرضي للدول الاربع. هل نتوقع ان القرارات تكون مدروسه اكتر؟ يعني ده صدر لان هم كان الرد طبعا مثلا في عجاله فهم خرجوا بهذا البيان. هل نتوقع مثلا قرارات اكثر صرامه الفتره اللي جايه؟ استمرار طبعا ان هم قالوا في الاخر استاذ سامح شكري قال برضه في مشاورات مستمره وهنخرج بقرارات تباعا، وان احنا مش هنتعجل في القرارات، احنا بناخد الموضوع بتاني عشان تكون القرارات مدروسه. وهيبقى في اجتماع لهم في البحرين ايضا في المنامه بس لم يحدد موعده بعد. انا عايزه اقول طبعا اللي حصل ده يعني حصل طبعا نوع من الإحباط للشعوب العربية اللي اكتوت بنار الإرهاب، وكانت تتوقع أن يصدر عن هذا الاجتماع الرباعي للدول المقاطعة قرارات قوية وتصاعدية ضد قطر. لكن أنا عايز أقول اللي إدى هذا الإمبريشن أو هذا الانطباع لنا كلنا أن هم ما يعني ما وضحوش أن هذا الاجتماع هو فقط تشاوري وليس ل هو لما جه في اعقاب الرفض او الرفض، فاحنا كلنا تخيلنا ان هيبقى في حاجه جامده جدا فاحبطنا. لكن هو الحقيقه كان اجتماع تشاوري وكان يجب ان هم ينوهوا على ذلك منذ البدايه، واجتماع تشاوري لبحث الرفض القطري او الموقف السلبي القطري، وليس من اجل المزيد من الخطوات التصاعديه ضد قطر. فده هو اللي اوجد هذا. ومع ذلك يعني قالوا ان في اجتماع بقى بتاع المنامه لم يحدد بعد موعده، ان هيبقى في ربما تحدث فيه بقى ايه خطوات تصاعديه اكتر. طيب. وهي قطر اوريدي يعني هي خسرت كتير، اولا صورتها امام العالم اهتزت بصرف النظر حتى عن دول واقفه معاها لمصالحها الخاصه، ولكن صورتها امام العالم ان هي دوله بتدعم الارهاب وبتساعد الارهاب. خسرت كثيرا ايضا من مقاطعه الدول الاربعه لها اقتصاديا، وطبعا احنا شايفين تركيا حاولت ان هي تعوض وتستفيد اقتصاديا بانها زودت صادراتها 3 أضعاف لقطر. ايضا يعني قطر خسرت اشقائها العرب، ما فيش شك دي خساره يعني، لكن هي يبدو ان هي غير مهتمه هي بهذا يعني هي عليها. فضلت تركيا وبعدين هي بتمثل المشروع الاسلامي السياسي يعني دلوقتي تركيا وايران كل واحد منهم له مشروع اسلام سياسي طبعاً. بس تركيا دوله الخلافه ودوله المرشد يعني انا اتحدث عن دوله شيعيه ودوله تركيا اسلاميه الموضوع طبعا مشروع اسلام سياسي سني، تركيا قصدي تركيا سني وإيران شيعي وقطر هي اللي بتروج لهذا المشروع وبتموله وهي اللي بتروجه له اعلاميا يعني. طيب خلينا نروح للكويت برضه دكتور أميرة، نشوف دكتور عبد الواحد آل خلفان الكاتب والمحلل السياسي الكويتي. برحب بك يا دكتور. مساء الخير. اهلا وسهلا دكتور عبد الواحد. في الحقيقه يعني الكويت يعني مشكورين جدا، يعني هم في الحقيقه بذلين جهد كبير جدا جدا في هذه الازمه، وهم اللي يعني بيحاولوا ايجاد حلول لرجوع الصف العربي او رجوع لقطر للصف العربي من جديد. لكن طبعا قطر يعني تأبى انها تكون في هذه الفتره ان هي منضمه من جديد للصف العربي على حساب اشقائها. كيف نقيم الجهود القادمه يا دكتور؟ يعني في ظل طبعا وجود تيلرسون وجولات مكوكيه ما بين قطر والكويت، وسبقها ايضا بوريس جونسون وزير الخارجيه البريطاني، وبكره ان شاء الله وزير الخارجيه الفرنسي. في الحقيقه ما زلنا في الكويت
يعني نتامل حقيقه، نتفائل باستجابه من قطر في شان الجهود المبذوله العربيه الخالصه بالذات الجهود الكويتيه المؤيده دوليا منذ البدايه عندما اعلنت الكويت بانها سمو امير الكويت بانه يعني ركب الطياره وذهب الى اشقائه في الدوحه وفي جده وفي الرياض. كانت تستأمن الكويت ان تنحل هذه الازمه عبر الوساطه الكويتيه، ولكن تاخرت الاستجابات من الاطراف المختلفه، ولذلك لا زالت لحد هذا اليوم لحد هذا الساعه ليس هناك حقيقه اي بصيص امل لحد الان ان هناك تكون تراجع خريبه في مسار العلاقات الخليجيه في هذه الازمه القطريه. الحقيقه المشكله الان حتى وزير الخارجيه الامريكي اللي جاء بزياره مكوفيه اربع ايام قضاها بين مختلف العواصم الخليجيه بين الدوحه وبين الكويت مرتين وبين جده، واجتمع مع الرباعيه العربيه في جده، وخرج من الدوحه يبدو واضح بشكل سلبي، لم يكن هناك اي مؤتمر صحفي، لم يكن هناك اي بيان مشترك، وانما بعض التصريحات البسيطه التي جاءت من واشنطن. لا ده في كمان دكتور عبد الواحد، يعني في تصريح ايضا للوكاله يعني لاحدى الوكالات الاجنبيه الشيخ محمد بن حمد آل ثاني شقيق امير دوله قطر، قال لتيلرسون اثناء المغادره: نامل ان نراك مجددا هنا وانما في ظروف افضل من ذلك. ده طبعا ربما تتضح الكلمه واضحه تحديدا ان في فشل في المفاوضات. يعني بكل تاكيد هناك فشل، هناك لم تكن اي استجابات وهي واضحه وهي خلقت نوع من الاحباط. ولكن اليوم في تصريح لوزير الدوله للشؤون الخارجيه الاماراتي السيد انور قرقاش في تويتر، حيث هو يكتب تغريدات يقول: نحن امام قطيعه طويله مع قطر، يبدو استمرار للحاله الموجوده وان الازمه سوف تمتد، ولكن انت تعلم ان هناك تداعيات سياسيه واقتصاديه ونتائج على مختلف الدول في المنطقه. كنا نامل ان يكون هناك استجابه، كنا نامل ان تكون هناك. طيب في عجاله يعني في عجاله يا دكتور عبد الواحد، يعني الوقت خلاص دهمنا، احنا لازم نختم هذه الحلقه، لكن بتكلم عن فكره تجميد عضويه قطر في جامعه الدول العربيه وعضويه تجميد عضويه قطر في مجلس التعاون الخليجي، وهي ايضا كانت لوحت هي ايضا عايزه يعني تجمد عضويتها بنفسها او تسقط حتى عضويتها عنها. شايف الفكره اللي تجميد العضويه او حتى ان هي مش عايزه تشترك في مجلس التعاون الخليجي، كيف سيكون الرد من الدول العربيه على هذه القرارات او هذا اذا ذلك موقف؟ يعني والله شوف، قرارات مثل هذه تجميد العضويه شيء والانفصال بشكل كامل شيء اخر. ربما هناك كما يعني نسمع بعض التسريبات الاعلاميه ان هناك اجتماع المنامه سوف تاتي بتصعيد جديد بسلسله من اجراءات جديده قد يكون منها التجميد العضوية. التجميد العضوية يعني ربما هي خطوة في النص قبل أن تصل لحالة القطيعة الكاملة والفصل والخروج من منظومة التعاون ومنظومة جامعة الدول العربية. لكن لحد الآن لم يتخذ قرار. إنما هناك استمرار لهذه الأزمة، استمرار لهذه المقاطعة الكاملة مع دولة قطر في كافة الإجراءات السياسية والاقتصادية. المشكلة أن هذه القطيعة وهذه الأزمة الحقيقة لها انعكاسات وتداعيات إقليمية في الحياة طبعا تنعكس يعني على الجميع، يعني هي اللي طبعا قطر ستكون الخاسر على الجميع. بالضبط، بس قطر ستكون الخاسر الأول في هذه الأزمة. دكتور بشكرك. وهناك اهتمام دولي كما أشرت، جاء وزير الخارجية البريطانية للمنطقة، جاء مستشار الأمن القومي البريطاني، جاء وزير الخارجيه الالماني، حتى الالمان الذين لا يلعبون دور كلاعبين اساسيين في السياسات الخارجيه ولكن في قضيه قطر والازمه القطريه تدخل الالمان. الان غدا وزير الخارجيه الفرنسي، اليوم في فرنسا يعيشون عندهم يوم الاستقلال، وغدا مباشره بعد عيد الاستقلال سوف ياتي وزير الخارجيه في سلسله من الزيارات
المكوكية أيضا بين نتمنى نتمنى في الحقيقة دكتور يكون الحل عربي عربي زي ما كنا بنتكلم منذ بداية الحلقة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الواحد آل خلفان الكاتب والمحلل السياسي محدثنا من الكويت. دكتور أمير عن الأسئلة كتيرة جدا وده طويل بس ما فيش قدامنا غير يعني أقل من دقيقتين في الحقيقة. عايز أسأل حضرتك سؤالين في يعني كل سؤال في دقيقة. موقف إيران طبعا في ظل تصاعدها داخل قطر وكسبة أرضية في سوريا وفي لبنان وعدد من الدول العربية، كيف ستكون إيران في الفترة القادمة؟ طبعا إيران كسبانة في هذه المعركة بلا شك. هي حاليا لديها 4 جيوش أو ما يمكن تجاوزا أن نطلق عليه 4 جيوش في 4 دول عربية، في العراق، في لبنان حزب الله طبعا، في سوريا، وفي اليمن الحوثيين. احنا يعني بنخشى ان بعد كده طبعا مع وجود الحرس الثوري راح قطر هيبقى لها جيش كمان جديد في قطر. ايران مستفيده وعلاقتها مع قطر جيده جدا. في حتى في 2015 وقعوا مع بعض اتفاق امني تحت مسمى مواجهة الإرهاب. طبعا دي تحط لها كذا علامة تعجب يعني. هما الاثنين طيب. عايزين يكافحوا الإرهاب. طيب دكتورة توقعات حضرتك إن شاء الله للأزمة دي، هل حل قريب ولا حل بعيد ولا اللجان الفرنسي هيكون لا متفق؟ هو الحل بعيد وهياخد وقت طويل، وأتمنى وأعتقد كلنا يعني بنتمنى إن الدول الأربعة المقاطعة لقطر تستمر على موقفها الثابت ضد قطر حتى تنفذ المطالب المشروعة اللي طلبوه منها 13 مطلب، وهي كلها كما قلت تتمشى مع القانون جدا. تتمشى مع القانون الدولي كمان. تتمشى مع القانون الدولي. شرفتينا دكتورة شكرا جزيلا لحضرتك ولوقت حضرتك. شكرا جزيلا دكتورة أميرة الشنواني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. شرفتينا دكتورة شكرا جزيلا لحضرتك. إذن نحن في انتظار الجولة التي سيقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لدريان غدا بإذن الله، وربما أيضا التوقعات قد تكون محسومة مثل سابقها من وزراء الخارجية من أمريكا وكذلك بريطانيا. نتمنى الحلول العربية العربية في الفترة القادمة لعودة قطر للصف العربي ودعم ودعمها للإرهاب ربما قد يتوقف، ولكن هو كما قال الدكتور أمير حل بعيد المنال حتى هذه اللحظات. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء غدا بإذن الله بعد نشرة موجز الخامسة بالقناة.